So hello everybody, my presentation will be in Arabic. Would you please take your kits so as to follow with me the presentation. اسمحوا لي بادئ بدءا اقدم نفسي عبد النبيل الانصاري من وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة بالمغرب. لقد كلفت من طرف زملائي بتقديم وضعية المؤشرات أو وضعية مجموعة المقاييس المقترحة، وضعيتها بطبيعة الحال من حيث توفرها وانتظامها على مدى السنوات الأخيرة. وهذه المجموعة من المقاييس تم تقييمها بالرجوع إلى المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط على مستوى البحث الوطني حول التشغيل بطريقة أساسية، وكذلك اعتمادا على التقارير السنوية لوزارة الشغل والإدماج المهني فيما يخص السلامة والصحة في العمل، وكذا بعض المؤشرات المتعلقة بالعلاقات الصناعية. كما تم استقاء بعض المعلومات من بعض التقارير الاجتماعية، وكذا تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب. بالنسبة لمجموعة المقاييس على مستوى، اسمحوا لي قبل أن أدخل إلى توفر المعلومات، أود أن أشير إلى أن البحث الوطني حول التشغيل الصادر عن المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط هو بحث ربع سنوي، يعني يقام به كل 3 أشهر، ويتم إصدار معلومات أو مؤشرات إجمالية حول سوق الشغل بالمغرب بطريقة إجمالية، لكن المعطيات المفصلة يتم إصدارها، من المفروض أنها سنوية، من المفروض أنها تقوم أن المندوبية السامية للتخطيط تقوم بإصدار سنوي لهذه المعلومات المفصلة. وبالنسبة لمجموعة المقاييس المقترحة، أود الإشارة إلى أن استمارة البحث الوطني حول التشغيل الذي تقوم به المندوبية السامية للتخطيط هو من المفروض أنه يشمل جميع هذه المؤشرات أو جلها، إذا أردت بس، إلا أن نظرا لأسباب ربما أسباب معينة لا يتم اللجوء إلى إصدار جميع المعطيات المفصلة. بالنسبة لمجموعة المقاييس المقترحة، بالنسبة لقصور استخدام العمالة، جل المقاييس المقترحة هي متوفرة ومستقاة من البحث الوطني حول التشغيل الذي يصدر تقرير من المفروض أنه سنوي، وآخر هذه المعطيات تعود إلى سنة 2016 باستثناء العمالة غير المستغلة، العمالة غير المستغلة المحسوبة بساعات العمل. آخر 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 تقرير مفصل يعطي هذا المؤشر يعود إلى سنة 2013، على اعتبار أن آخر تقرير مفصل يعود إلى هذه السنة. هناك ربما بطء، بعض التأخير على مستوى الإصدار، لكن من المفروض أن هذه المعطيات المفصلة هي سنوية. بالنسبة للقوى العاملة المحتملة بطريقة مباشرة، هو المؤشر غير موجود على المستوى الوطني، لكن يمكن مقاربة هذا المؤشر عن طريق حساب الفرق بين عدد الساكنة التي يتجاوز سنها 15 سنة والقوى العاملة، اعتمادا على معطيات البحث الوطني حول التشغيل. بالنسبة لنوع العمل، المعطيات المتوفرة هي معطيات سنوية تصدر عن تقرير السنوي حول التشغيل الصادر عن مندوبية السامية للتخطيط، إلا أنه بالنسبة لتقسيم نسبة العمالة بأجر في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي،
هي المعطيات ليست متوفرة بشكل رسمي، لكن يمكن مقاربتها بالاعتبار أننا نتوفر على بيانات البحث الوطني حول التشغيل، أن هذه المعطيات تتوفر على توزيع العمالة حسب انخراط أو عدم انخراط العاملين في نظام التغطية الصحية، أو أيضا توزيع الأجراء حسب نوع عقد العمل. على اعتبار هذه المعطيات يمكن أن نعطي مقاربة لنسبة العمالة بأجر في القطاعين الرسمي الخاص الرسمي وغير الرسمي، إذا اعتبرنا بطبيعة الحال أن مجمل العاملين في القطاع العام هم منخرطون، وبالتالي يمكن الحصول على عدد العاملين في القطاع الخاص المنخرطين. كما تجدر الإشارة إلى أن هناك بيانات تتعلق بالقطاع المنظم تبرز على أن نسبة القطاع غير المنظم في العمالة لا تتجاوز نسبة 40%، حوالي 38%. أنا لا أتكلم عن نسبة القطاع غير المنظم في الاقتصاد ككل، بل على مستوى العمالة. ولكن هذه البيانات هي غير منتظمة الصدور، ويعود آخرها إلى سنة 2014. أما على المستوى المؤشرات الأخرى التي تتعلق بهذه المجموعة الثانية، فهي متوفرة بطريقة سنوية بالنسبة للعاملين بأجر في القطاع الخاص إجمالاً، هي متوفرة، وآخر معلومة تعود إلى سنة 2016. نسبة أرباب العمل كذلك، والشيء نفسه بالنسبة للعاملين لحساب الأسرة. أما بالنسبة للمجموعة الثالثة، مجموعة المقاييس الثالثة التي تتعلق بانتظام العمل ووقت العمل، فهي كذلك معطيات متوفرة بانتظام، آخرها يعود إلى سنة 2016. أما بالنسبة لمجموعة المستحقات والمنافع غير المتعلقة بالأجور، بالنسبة لمتوسط الدخل بالساعة بالقيمة الإسمية وبالقيمة الحقيقية وكذلك بالشهر، هي معطيات غير متوفرة بطريقة مباشرة على مستوى التقارير الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، إلا أنه يمكن اللجوء إلى بعض التقارير الصادرة عن نفس المندوبية بخصوص الحسابات القومية للقيام بقياس غير مباشر لهذه المؤشرات. فمثلا بالنسبة لمتوسط الدخل بالساعة بالقيمة الإسمية، بناء على الحسابات القومية المؤسساتية السنوية، يمكن الحصول على كتلة الأجور المتعلقة بالأسر، والتي إذا قسمناها على عدد الأجراء، هي معلومة يمكن استقاؤها من البحث الوطني حول التشغيل، يمكن الحصول على متوسط الدخل السنوي الإسمي ثم الأسبوعي إذا قمنا بتقسيم هذا المؤشر على 52، على اعتبار أن السنة تتوفر على حوالي 52 أسبوعا. أما بالنسبة لسنة 2013 فهذا المؤشر هو في حوالي 21 درهم ونصف للساعة. قمت بالعودة إلى سنة 2013 على اعتبار أن عدد ساعات العمل الأسبوعية هي متوفرة فقط بالنسبة للتقرير المفصل لسنة 2013، في انتظار بطبيعة الحال صدور التقارير المتعلقة بالسنوات الأخرى. وبالنسبة لمتوسط الدخل بالساعة بالقيمة الحقيقية، الأمر يتعلق فقط بالقيام بتصحيح هذا المؤشر الإسمي بالرقم الاستدلالي للأسعار بالنسبة لنفس السنة، يعني سنة 2013. تقريبا وجدنا أن هذا المؤشر يكون في حدود 19 درهم ونصف للساعة. على مستوى الحماية الاجتماعية، مستوى المؤشرات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، المؤشرات هي غير موجودة بطريقة مباشرة، لكن بالعودة إلى مجموعة من التقارير يمكن أن نقوم بتقديرها ولو بطريقة تقريبية. فمثلا بالنسبة لنسبة السكان فوق سن التقاعد القانوني الذين يحصلون على معاش، يمكن التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أكابس بالمغرب من الحصول على عدد المتقاعدين الرئيسيين، مما يمكن من مقاربة هذا المؤشر بقسمة هذا العدد على حصيص الساكنة التي يتجاوز
عمرها 60 سنة. فبالنسبة لسنة 2017 مثلا بلغ هذا المؤشر حوالي 21%. وبالنسبة للمساهمين النشيطين في التأمين الاجتماعي على شكل نسبة مئوية من القوى العاملة، يمكن نفس التقرير من الحصول على عدد النشيطين المساهمين في نظام التقاعد، مما يمكن من مقاربة هذا المؤشر بقسمة هذا العدد على حصيص القوى العاملة. بالنسبة لنفس السنة يعني سنة 2017 وجدنا مؤشرا في حدود 35%. بالنسبة لنسبة العاطلين عن العمل الذين يحصلون على إعانة بطالة منتظمة، هذه الفئة غير متواجدة بالمغرب، يعني المغرب لا يعطي إعانات بطالة منتظمة، ولكن هناك بريم دو بيرت دومبلوا، يعني تعويض على فقدان منصب الشغل، لكن يعطى مرة واحدة وليس بصفة منتظمة. على مستوى مجموعة نسبة السكان المشمولين بنظم الحماية الاجتماعية، هناك تقارير تعطي معلومات إجمالية حول هذا الموضوع، يعني الحماية الاجتماعية، لكن لا تعطي التوزيع حسب النوع الاجتماعي وحسب الأطفال وحسب العاطلين عن العمل. أنا أتكلم عن المعطيات الصادرة في التقارير، لكن ممكن توفر هذه المعطيات كما قلت سالفا على مستوى الاستمارات وعلى مستوى بعض الجهات. على مستوى السلامة والصحة في العمل، كما هو الشأن بالنسبة للتقديم الأول الذي سمعناه، وهو تقديم تونس على حسب ما أظن، هناك يتوفر المغرب أو بالأحرى التقارير الصادرة عن عدد الإصابات المهنية الإجمالي فقط، وهو في حدود 41,304 سنة 2016، ولا نتوفر على توزيع بالنسبة للمعطيات الصادرة حسب الإصابات المهنية المهلكة وغير المهلكة. وبالنسبة للعلاقات الصناعية، بالنسبة للعلاقات الصناعية هي جل المؤشرات حول هذه مجموعة المقاييس، هذه هي متوفرة على مستوى تقرير سوق الشغل الصادر عن سنويا عن وزارة الشغل والإدماج المهني، على اعتبار أن معدل المفاوضات الجماعية على مستوى هذا المؤشر تم تفادي حوالي 1784 إضراب في مقابل تنظيم 154 فقط سنة 2017. أما بالنسبة لمعدل عضوية النقابة فهي معطاة متوفرة على مستوى تقرير البحث الوطني حول التشغيل، وهي في حدود 3.4% من مجموع العمالة سنة 2016. أما عدم أيام توقف العمل بسبب الإضرابات فهي نسبة لتقرير سوق الشغل، فهي وفقا لتقرير سوق الشغل سنة 2017 فهي في حدود 178,289 يوم توقف عن العمل. أود في الأخير أن أشكركم على حسن انتباهكم، وشكرا. Thank you very much.